سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. هذا وقد اعلنت وزاره الصحه عن في اخر احصائيه لها تسجيل 45 حاله قائمه جديده منها 15 لعماله وافده و 24 حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى ست حالات قادمه من الخارج، في حين لم تسجل اي حاله وفيات خلال اليوم، فيما اعلنت وزاره تعافي 74 حاله اضافيه ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 464 حالة